بذل الآراء والتجارب للخروج بأفضل الاستراتيجيات وأحدثها ومناقشتها على نطاق واسع وإثراؤها لتحسين الأداء والتقييم الذاتي. مواضيع ضمن أخرى تتناولها الورشة التحسيسية لصالح مسؤولي التعليم العالي والخلايا الداخلية لضمان جودة التعليم. حفل انطلاق أشغال الورشة شكل مناسبة لوزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، أبرزت خلالها جهود الحكومة في مجال الرفع من مستوى وجودة التعليم العالي. يشكل التكوين المستمر حول ضمان جودة التعليم العالي مسعى مهما لتحسين فاعلية مخرجات التعليم العالي في بلادنا من أجل حصولها على مكانة معتبرة في القطاعين العام والخاص. لذا تسعى السلطة الموريتانية لجودة التعليم العالي من خلال تنظيم الورشات التكوينية والتحسيسية إلى نشر ثقافة الجودة بين مختلف الفاعلين في حقل التعليم العالي من مسؤولين ومدرسين وموظفين وطلبة من أجل تحسين أداء المؤسسات الجامعية والنهوض بها وضمان تطوير أدائها للحصول على اعتماد لتكويناتها ومخرجاتها. وبدوره استعرض مدير السلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي نشأة ومسار نشاط هيئته. لقد تم إنشاء السلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي بموجب مرسوم رقم 031/2021 لكي يخضع نظام التعليم العالي والبحث العلمي ككل لتقييم منتظم يتعلق بكفاءته الداخلية والخارجية، ويشمل جميع الجوانب الإدارية والتربوية والعلمية والبحث والحكامة. وعلى هذا الأساس تم أيضاً إنشاء الخلايا الداخلية لضمان جودة التعليم العالي بموجب المقرر الوزاري رقم 745. وعلى هامش أشغال الورشة التحسيسية لصالح مسؤولي التعليم العالي والخلايا الداخلية جرى التوقيع على بروتوكول شراكة بين السلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم والوكالة المالية لضمان جودة التعليم العالي، وقعها رئيس الهيئتين على التوالي محمد الأمين والحلس وعبد القادر كيتا.